عزيزي برج الحوت، أرى أن مفاجأة جميلة تصلك هذا الشهر. أرى كذلك ليس مفاجأة، مفاجآت، مفاجآت، واخا، مفاجآت جميلة ومفرحة ستصلك إن شاء الله. كذلك أرى رسالة، رسالة أو أخبار مفرحة كذلك، أو رؤية شخص محبوب أو عزيز يصل، يأتي من مكان بعيد، واخا، وكذلك وصول مبلغ معين من المال لم تكن تنتظره، واخا. أرى كارتات جميلة، جميلة بزاف، كارتات جميلة. بالنسبة لهذه القراءة، أرى سألخص القراءة في كلمة واحدة لأني أرى كارتات جميلة، جميلة بزاف. سألخصها في كلمة واحدة تعني النجاح، النجاح في كل شيء عزيزي. هذا الشهر في محطة يديك ينبع الخير والرزق، واخا. قراءة جميلة بزاف وإيجابية. فيما يخص الحب، لا نعم نعم فيما يخص، نتكلم عن العاطفة، هناك حبيب، هناك شخص يشتاق إليك. هذا الحبيب يعرف أنك تستحق الأفضل، لكن هو الآن يفكر في الطريقة، الطريقة المثالية للوصول إليك. هذا الحبيب يقدرك كثيرا، أنت تعطي لهذا الحبيب القوة على الاستمرار ولكي لا يستسلم. أنا أرى أشخاص كثيرة في هذه العلاقة أو طرف آخر، لكن هناك أشياء تمنع هذا الحبيب من الحركة، من التقدم. حبكما عزيزي حب مقدر، حب مكتوب، لكن هذا الحبيب يحتاج لعالم، لكوكب فقط يجب أن تتواجد فيه أنت وهو فقط، يعني يحتاج لهذا لكي يعطي له يعني الثقة، لأنه لا يمكنه الحركة، لأن هناك أشخاص كثيرة لا يمكنه حتى التكلم معك، شيء يمنعه، أشخاص ماشي غير واحد، بزاف يمنعونه من التقدم إليك. لكن أرى حب جميل جدا، حب كبير بزاف، حب مشاعر قوية وعميقة متبادلة. هو يريد كما قلت أن يعيش معك هذا الحب الجميل، لكن الآن صعب، ليس الوقت المناسب دابا. ولذلك هذا الحبيب كذلك يعاني، يعاني بسبب المسافة وبسبب أن هناك أشياء كثيرة وأشخاص، ليس شخص واحد، تمنعكم من الاجتماع، نجمعكم، لكن هذا الحب وهذه العلاقة يعني مكتوبة، وستعيش أنت وستستمتع وستفرح، لأن هناك تغييرات وهذا الحبيب سيتحرك. هذه كارت التغيير، يعني حياتك ستتغير، سيحدث شيء، عفوا، نعم، ما سيحدث هو أن الحبيب ستكون له القوة والشجاعة للدفاع عن هذا الحب، وكذلك ستتدخل العدالة السماوية بالنسبة للأبراج التي أراها، هي أبراج ترابية عذراء ثور وجدي هوائية ميزان دلو وجوزاء وكذلك نارية أسد حمل وقوس ومائية، كذلك مثلك أنت مائية كذلك، وخا، لكن المهيمنة هي الثلاثة الأولى، ترابية هوائية ونارية، هذه هي المهيمنة، لكن موجودة كل الأبراج حتى المائية، يعني سرطان حوت مثلك وعقرب متواجدة كل الأبراج.
قلنا أن هذا الحبيب بفضل يعني بفضل قوة هذا الحب وبفضل العدالة السماوية، هذا الحبيب سيدافع عنك وهذا سيخلق تغيير كبير، وخاصة تتحول حياتك من جحيم إلى فرح، إلى فرح، وما تنتظره سيصل أخيرا، وخا سيصل أخيرا. كما قلت حبكم مكتوب وستستمتع، ستستمتع بهذا الحب، نعم ستستمتع وستعيش هذه القصة الجميلة لأنه مقدر ومكتوب، لكن الآن القدر قرر أنه الآن ليس الوقت المناسب، فلنحترم القدر والطرق السماوية المرسومة لنا أو لكم، يعني عليكم أن المشي فيها بثقة، لأنك يعني عندما ستمشي في هذا الطريق المرسوم لك أنت ستصل أخيرا لتلك الواحة الخضراء، وفي هذه الواحة أشجار وماء وتمر وورود وظل وسلام. ماذا تريدين أن تقول يا إيمان؟ الصبر أرجوكم وأن نحترم القدر، لا داعي للسرعة، لا داعي للسرعة، فالحبيب سيفعل ما يجب القيام به، كن واثقا، ما دام هناك حب فهناك أمل، وهذا الحبيب يحبك كما تحبه، مشاعر متبادلة نفس المعاناة، يحبك وكذلك لكنه يقدرك، يريد أن يعطي لك الأفضل. عزيزي حلمك سيتحقق لكن بطريقة بطيئة، بطريقة سحرية، أنت ستصل لقمة جبل هذا الحب الجميل الذي أراه، لا داعي للسرعة أرجوكم، كيف؟ بالصبر والحكمة، فالصبر رفيق الحكمة، حلمك سيتحقق، نعم وهذه هي الحقيقة، وهناك بدايات جميلة مع هذا الحبيب، لكن بطريقة بطيئة، بطريقة سحرية، بطريقة عجيبة كالشمس مثلا، بحال الشمس، الشمس عندما تشرق لا تشرق في ثانية هكا بوم خرجت الشمس، خرج تفهمون؟ لا، الشمس هي كالملكة، تتحرك وتتصرف كالملكة بعظمة بهيبة وإجلال، لماذا؟ لأنها تعرف أنهم ينتظرونها، لأنها تعرف أن الآخرون يريدون رؤيتها وينتظرون، نعم ينتظرونها للاستمتاع بجمالها ودفئها، وهذه يجب أن تكون أنت عزيزي طاقتك وتكون متفائلا، وكفى من التفكير والتفكير والتفكير، فهذا ليس إيجابي بالنسبة لك عزيزي، أنت تغرق في الهموم لوحدك وأنت لديك حياة جميلة، كن قنوع، الله كريم، الله كريم معك، لكن أنت يعني تقلل من كرم الخالق، يعني يجب أن تكون قنوع، يجب أن تكون قنوع، ففي حياتك أشياء جميلة، وأنا كما قلت ألخص هذه القراءة في كلمة واحدة، نجاح، نجاح مادي، نجاح عاطفي، نجاح في حياتك، وأرى تغييرات مهمة وخا في كل النواحي، تغييرات مهمة وإيجابية، وما وراءها دائما فرح، لكن يجب عليك أن تبذل مجهود، أن تدافع على هذا الحب بالطاقة الإيجابية، بالإيمان، بالصبر، وخا ولا تستسلم، لا تستسلم في التفكير السلبي، لا تغرق، لا تغرق أرجوك. فما تنتظره سيصلك قريبا قريبا قريبا، وهذا الحبيب سيفعل كل ما بوسعه، كذلك ستتدخل هذا العدالة السماوية، لأني أرى أشخاص يمنعونكم من أن تكونوا معا، لكن القدر يعني القدر يريد أن تكون معا، لكن ليس دابا، ماشي دابا، لذلك أنا أعد وأصر أن تكونوا قنوعين وصبورين، الله يخليكم، لأن الأمنية ستتحقق.
لديكم كارتات قوية عزيزي برج الحوت، صدقني كارتات قوية. وأنا ألخص من جديد القراءة، أعيد وأصر لكي يعني تبقى هذه الكلمة مرسوخة ومحفورة في عقلك. النجاح، النجاح في كل شيء، كنت تعمل، كنت تدرس، كنت من كنت، النجاح. وخا ستصل إلى قمة الجبل وستصل إلى أهدافك. وهذا الشهر لديك مسرات ووصول، مفاجآت مختلفة، وقولوا لي أنتم في التعليق ماذا حدث وماذا سيحدث إن شاء الله. وخا كانت قراءة جميلة، جميلة بزاف. لنرى ما هي رسائل الملائكة. الأولى تقول أنا بجانبك، يعني الملائكة تتكلم معك وتقول لك أنها بجانبك وتحميك دائما، لذلك لا تخف. الملائكة تحبك، يعني الملائكة السماوية تحبك وكل شيء سيكون على ما يرام. وهذا ما قلته لكم، هذه يعني تنتظرك أشياء جميلة جدا جدا، مفاجآت مختلفة مختلفة، ليس فقط في الناحية العاطفية بل في حياتك عامة، دراسة، عمل، يعني أهلك، أشياء جميلة، هناك مسرات وأفرح. فيما يخص الحبيب، العدالة السماوية ستقوم بدورها، لا تخف، ثق بالله وخا ليكن إيمانك قوي وسترى العجب. ثانية، الله، كن في توازن مع القوى السماوية الشمسية والقمرية والنجوم، لأنها تكون وحدة كونية. الأسرار الكونية، ليس الأسرار، يعني لم يعد هناك، هو العكس، لم يكن يعني الأسرار الكونية تكتشف، يعني تكتشفها أنت، يعني لن يكون هناك أسرار بالنسبة لك. وخا يعني ستفهم كل شيء، ستفهم كل شيء بوضوح. لذلك عش حياتك، عش الحاضر واحتفل بالعجائب التي ستعيشها وعجائب الكون. وهذه قراءة روحانية، يعني ما قلت في القراءة أن تكون قانوع، فهناك أشياء عجيبة في حياتك. وخا لا يجب أن نركز فقط في الأشياء المادية، وخا فالرزق كذلك هو الكون، الأشجار، الطبيعة، هذا كذلك رزق، يجب أن نشكر الخالق، أن نشكر على هذا الرزق. وخا وهذا ما يعني ما تريد قوله هذه الرسالة، كانت رسالة جميلة بزاف بزاف. المشاكل تكبر عندما نقاومها، يجب أن يعني هي يعني الصعوبات هي شيء طبيعي، يجب أن يعني أن نتقبل الأشياء كما هي، لا يجب أن نراها فقط باللون الأسود وبالسلبية، فهي كذلك مهمة في حياتنا ولا يجب أن نقاومها، بل يجب أن نحترم القدر، يعني ما قلته أنا كذلك في القراءة. كل مرحلة في حياتك يجب أن تعيشها ولديها سبب. وخا لديها سبب هذه المرحلة، كل يوم في حياتك يجب أن تعيشه بوئام، لأن بفضل ذلك نحن نسمو روحيا، وبالتالي يعني كل شيء يمشي على ما يعني نرى كل شيء بالألوان الجميلة. أتمنى أن تتحقق هذه القراءة الجميلة، كانت قراءة جميلة، قراءة جميلة بزاف وفيها نوع من السحر وقراءة عجيبة. كنتمنى لكم الخير يا ربي الحبيب، الله يحفظكم ليا، الله يعطيكم الخير، والله يعطيكم السعادة والسلام. السلام، أنا دائما أركز في السلام لأنه مهم جدا للوصول إلى ما نريده حقا. وخا كنبغي